ونتابع مشاهدينا في حوادث الطائرات، حيث كشفت وسائل إعلام إثيوبية أن حادث تحطم الطائرة الإثيوبية صباح اليوم خلف مقتل كل من كان على متنها، وعددهم 149 راكبا وطاقم مؤلف من 8 أفراد. إذن أقلعت الطائرة من طراز بوينغ 737-800 ماكس، أقلعت من أديس أبابا باتجاه العاصمة الكينية نيروبي، وسقطت الطائرة الإثيوبية بعد 6 دقائق على مغادرتها مطار العاصمة أديس أبابا. هذا ووقع حادث اليوم بعد 4 أشهر فقط على استلام الخطوط الإثيوبية هذه الطائرة في نوفمبر 2018. وذكرت هيئة الإذاعة الرسمية الإثيوبية أن ضحايا كارثة الطائرة التي كانت في طريقها إلى كينيا ينتمون ل 33 دولة، ومن بينهم عرب، بريطانيون، وأمريكيون، وفرنسيون، وكنديون. هذا وأعلنت الخطوط الجوية الإثيوبية أن هناك عربا من بين 157 شخصا هم ضحايا طائرتها المنكوبة التي سقطت بعيد إقلاعها من مطار قرب أديس أبابا، وهي في طريقها إلى العاصمة الكينية نيروبي.